متابعينا الكرام، ما نتواصل مع الشوط الثالث وهو الثانية للأبكار المشتركات لمسافة 1500 متر. الفطامين فناتي إلى شواهين حامد والصيرون بن حميد راعق حير صاحب الشوط الرئيسي للأبكار. مركز الثاني جهنية سالم بن خليفة بن نجحية صاحب الشوط الرئيسي للجعدان سلام يا الثنائي المميز. فالمركز الثالث نتابع الشاهينية عبد الله بن حمد بن عامر الدرع. المركز الرابع شاهينية أحمد بن سيب الغاوي. المركز الخامس نتابع فيها تواجد شاهينية علي بن سالم بو داود الدرع. هذا الخمس المراكز الأولية، ونسير مع الصدارة، نسير مع شواهين حامد والصير وبن حميدة راعق حير والعصاف البطان. والخمسمية متر الأخيرة مركز الثانية عندنا هناك شعار سالم بن خليفة بن نجحية. المركز الثالث شعار أحمد بن زيد بالغاوية. والرابع عند أبو حصة. خلونا مع المقدمة، خلونا مع راعية الشوط الرئيسي. ما شاء الله تبارك الرحمن، جاهزية عالية عند شعار حامد بالصغيرون راعق حير. سلام سلام. والنقطة الثانية، النقطة الثانية حسمها حامد بالصغيرون بن حميدة راعق حير. وسلام يا هذا الشعار وهذه العزوة، عزبة الصغيرون بن حميد وأبنائه الناموس. والنقطة الثانية في هذا الأداء وهذا العرض المميز من قبل شواهين. توقيت دقيقتين 14 ثانية 81 جزء من الثانية. أما المركز الثاني فمتابعين الكرام شعار سالم بن خليفة بن نجح. المركز الثالث شعار راعي الشاهني عبد الله بن حمد بن عامر الدرعية.